ما كنظنش ان اللاعبين الاخرين الضايع يعني ما استسلمناش على ما نجيش الملكي. احنا عرفنا ان ما بقاش جوج دقائق يعني كانت بقى جوج دقائق نهايه المباراه وبقى يعني بقى نص ساعه في الاشواط الاضافيه. اولا باش نعطي لكم علما اننا يعني لا بريباراسيون ديال هذه المباراه كانت قصيره. عرفتوا الجميع ان لعبنا نهار السبت في مع استاد الرباطي، كان يوم الاحد روبو، اثنين درنا حصه يعني ديال الاستشفاء، نهار ثلاث دخلنا للرقيب. ما يمكنش انك مع فريق جاي خصك حتى واحد على الاقل واحد اسبوع ولا اسبوعين فريق جاي ملكي. الحمد لله انا بهذه المناسبه كنبغي نشكر اللاعبين، وانا فخور بهذا اللي قدموه في المسار ديالهم مع يعني في المسابقه ديال كاس العرش، وكنا كما قلتي نستاهلوا اليوم الفوز. الحمد لله كما كنقول لك هذه المباراه غناخذوا منها دروس كبيره وغناخذوا منها ايجابيات كبيره ان شاء الله، وغتفيدنا وغتفيد الفريق في قدام ان شاء الله.